تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام. نعود ونرحب بضيفنا الكاتب والمحلل السياسي التركي دكتور يوسف كاتب أوغلو. دكتور يوسف، وزير التجارة التركي قال لك بال 1974 صادرات تركيا سنويا مليار ونصف المليار دولار سنويا، بال 1990 شهريا مليار ونصف المليار دولار شهريا. اليوم هذا الشهر بيوم واحد الصادرات التركية مليار ونصف المليار دولار، نفس الرقم من سنوي لشهري ليوم اليوم. أمام هذا الإنجاز الاقتصادي الضخم بالنسبة لتركيا نشهد تراجعا كبيرا لليرة التركية لقيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية. لماذا هذا التراجع التاريخي لليرة التركية؟ مرة أخرى نرحب بكم بالسادة المشاهدين، ويجب أن نتكلم إذا ما أردنا أن نحلل الموضوع تحليلا منطقيا وحقيقيا فأن ندخل في بعض التفاصيل الاقتصادية المهمة عن تركيا وعن المرحلة الحالية. بداية يجب التمييز بين قوة اقتصاد أي دولة وبين سعر صرف العملة لهذه الدولة. لا علاقة لسعر صرف العملة، وليست هي المؤشر الأساسي أو الحقيقي لقوة اقتصاد أي دولة. وبالتالي عندما يكون هناك تذبذب في العملة لبلد ما، وأتكلم عن تركيا، التذبذب في انخفاض أو ارتفاع الليرة التركية أمام الدولار، هذا ليس معنى أن هنالك خلل أو أزمة في الاقتصاد التركي. هذا ليس معنى قطعيا. في علم الاقتصاد المؤشر الحقيقي لقوة اقتصاد دولة ما أو ضعف هذا الاقتصاد هو نسبة الدين العام إلى الإنتاج الإجمالي. وعندما نرى أن نسبة الدين العام الآن، الديون في تركيا، الديون تركيا كحكومة وديون تركيا أيضا كقطاع خاص، هي تكاد تكون 440 مليار دولار مجتمعة، الديون الحكومية والديون القطاع الخاص 440 مليار دولار. الإنتاج الإجمالي لتركيا يقترب من تقريبا 950 مليار دولار. نسبة الدين الإجمالي إلى الإنتاج الإجمالي هي تكاد تكون أقل من 50%. بالمناسبة لدينا أكثر من 20 دولة، جلهم 16 دولة في الجي 20، في الدول الأكثر قوة اقتصاديا في العالم. من 20 دولة 16 دولة نسبة الدين إلى إنتاجها الإجمالي فوق 50%. وسأعطيك مثالين. أمريكا نسبة الدين إلى الإنتاج الإجمالي، الدين الأمريكي أكثر من الإنتاج الإجمالي وبنسبة 107%. يعني الإنتاج الإجمالي في أمريكا 23 تريليون دولار، الديون المستحقة على أمريكا 24 تريليون دولار. وبالتالي النسبة تكاد تكون بالناقص أو 107%. الإنتاج الديون أكثر من الإنتاج. الصين نسبة الإنتاج إلى نسبة الدين إلى الإنتاج فوق 60%. كندا، ألمانيا، الكثير من الدول التي هي ضمن 20 دولة اقتصادية في العالم ما تزال هي نسبة الديون للإنتاج الإجمالي فوق تركيا. تركيا دولة قوية بهذه المعادلة الأساسية، نسبة الدين للإنتاج الإجمالي أقل من 50%. هذا أولا. بس دكتور